أحبائي الكرام، اليوم قدمكم ثمرة الحنظل. راكم تشوفوا فيها هذه الثمرة مليحة للأمراض الجلدية كيما الإكزيما والصدفية وحب الشباب. مليحة تسمى تقسم على النص وياخذ المشروب تاعها، تخلط مليح المواد اللي راهي داخل وتندرع على الجلد مباشرة. ومليحة البواشير تشققات الأرض والأرجل، تسمى اللي كراهم فيها الشق والآخر ولا الحكة ولا الذبحة بين الأصابع، هذيك المرض اللي يجي بين أصابع القدم تندر له هذيك المادة اللي سبحان الله بإذن الله تشفى. الاسم تاعها بالفرنسية ماكليرا، هذه مليحة للأمراض الجلدية وتحتوي على أوميغا 6 التي تحافظ على رطوبة الجلد، الجلد يكون رطب، ومضاد للالتهاب ومكافحة العوامل الفطرية وحساسة الجلد. هي مليحة للأمراض الجلدية موصى بها لدى الأطباء الطب البديل، وهذه تستعمل مرة قبل النوم، تحك على الجلد ومن بعد في الصباح البكر تبدأ به تغسله بالماء الفاتر. وإن شاء الله راكم استفدتوا من هذه المعلومة، نزيدوا من معلومات أخرى إن شاء الله في الحصص القادمة. بالسلامة.